تهدف هذه الدورة إلى التمكين القانوني والحقوقي للصحفيين، باعتبار أن يعني الخلفية القانونية والحقوقية مهمة بالنسبة للصحفي خاصة الشباب. واستضفنا يعني مجموعة من القضاة المتخصصين في مجال ديال القضاء والإعلام من أجل تأطير هذه الدورة التكوينية التي يشارك فيها 20 صحفي وصحفية. حاولنا من خلال المشاركة ديالنا الإبراز مجموعة من الأفعال التي تكتسب الصيغة الجرمية الواردة في القانون، بالإضافة إلى العقوبات التي أوردها المشرع كجزاء لها، مع الإشارة في جانب العقوبي جانب العقوبات أنه تم إلغاء العقوبة السلبية للحرية، وتم الاكتفاء بمجموعة من العقوبات البديلة ولا سيما الغرامات المالية، بالإضافة إلى الحديث عن خصوصية المتابعة أو تحريك الدعوة العمومية في قانون حرية قانون الصحافة والنشر التي منحها المشرع خصوصية مقارنة مع اختصاص القواعد العامة. اليوم وأمس كذلك تلقينا واحد تكوين لأول مرة في أكادير أو في تكوينات الصحفية اللي عرف حضور قضاة اللي ناقشنا معهم قانون الصحافة والنشر والملابسات اللي فيه، واللي كان واحد لقاء تفاعلي. اليوم كذلك كان حضور إطار أمني اللي تناقشنا فيه العلاقة ما بين الصحفي والأجهزة الأمنية. الموضوع ديالنا الآن اليومي اللي هو الإعلام الأمني والعلاقة التي تتربط بين المؤسسة الأمنية والأمن الوطني بمختلف مشاربه، تندرج في إيمان المصالح الأمنية بأهمية تطور المؤسسة الإعلامية في تحقيق المصلحة العامة، ودور المؤسسة الأمنية في تحقيق العدالة الاجتماعية، والدور ديالهم في التوجيه ليس فقط في نشر الأخبار أو إبراز المنشودات، وكذلك فيما يخص يعني توجيه وتحسيس بخطورة بعض الظواهر الإجرامية وبخطورة الوضع الأمني إلى غير ذلك. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.